بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو اللقاء السادس حول الحديث عن بعض الأمور التي يحتاج إليها المكلف فيما يتعلق بزيارته للقبور. وعدت في ختام الدرس السابق أن أتحدث عن حكم قراءة القرآن على القبر. هل قراءة القرآن على القبر أمر مشروع جائز أم هو منكر من المنكرات، بدعة من البدع؟ لابد من الوقوف على حقيقة ذلك. كما ذكرت لكم في لقاءات سابقة أننا نعتمد في ذكر الأحكام على ما ذكره أئمتنا الأعلام في كتبهم، في كتب المذاهب الأربعة، لا نخرج عنها. في الحقيقة أحبابنا، اختلف العلماء والفقهاء في حكم قراءة القرآن على القبر، وذهبوا في ذلك إلى مذهبين أو إلى قولين. القول الأول، وهو ما اختاره الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو أنه لا تكره قراءة القرآن على القبر، بل هي من المستحبات، يستحب لك أنت أن تقرأ القرآن على القبر الذي ذهبت لزيارته. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين، يعني سورة ياسين، خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات. وكان لهم بعددهم، يعني بعدد الموتى الذين دفنوا في هذه المقبرة، كان له حسنات. وكذلك صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال الشافعية، يقرأ شيئا من القرآن، يعني من أراد أن يذهب لزيارة قبر والده مثلا أو شيخه أو قبور المسلمين عموما، يقرأ شيئا من القرآن. وقال الرافعي في الشرح الكبير، وهو إمام من أئمة الشافعية، قال: سئل القاضي أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر فقال: الثواب للقارئ. انتبه، سئل القاضي أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر، يعني عن جماعة يجلسون في المقابر ويقرؤون القرآن ويختمونه ختما كاملا في المقابر، ما هو الحكم؟ هل هو بدعة؟ هل هو ضلالة؟ هل يؤثم في ذلك الفاعل؟ فقال رحمه الله: الثواب للقارئ، ويكون كذلك الثواب للميت كالحاضرين. نعم، يرجى له الرحمة والبركة. فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى. أي معنى؟ أنه عندما يقرأ القارئ القرآن هو ينتفع بالثواب، والميت ينتفع بالرحمات التي تتنزل على قارئ القرآن. وكذلك قال: الدعاء، يستحب كذلك أيضا الدعاء عقيب القراءة. نعم، ليه؟ قال: لأن الدعاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة. أنت عندما تقرأ القرآن
وتدعو بعد ذلك فيكون الدعاء أقرب للإجابة، لأنه كان بعد طاعة، بعد ذكر، بعد قراءة القرآن، والدعاء ينفع الميت، ينفع الميت، لذلك تستحب قراءة القرآن على القبور. وقال القليوبي من الفقهاء الشافعية كذلك، قال: ومما ورد عن السلف أنه من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة وأهدى ثوابها إلى الجبانة، يعني إلى المقبرة، وأهدى من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة وأهدى ثوابها إلى الجبانة غفر له ذنوب، غفر له ذنوب بعدد الموتى فيها. غفر له لمن قرأ سورة الإخلاص 11 مرة. وكذلك روى السلف، هذا كله إيش ذكره القليوبي رحمه الله، روى السلف عن علي رضي الله عنه أنه يعطى له من الأجر بعدد الأموات، بعدد الأموات. قال ابن عابدين أحد أئمة الحنفية، وذكرنا ذلك سابقا، خاتمة المحققين من الفقهاء الشافعية، قال رحمه الله تعالى نقلا عن شرح اللباب، نقلا عن شرح لباب المناسك، قال: ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى قوله جل وعلا: المفلح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. وآية الكرسي، وآمن الرسول، وسورة ياسين، وتبارك الملك، وسورة التكاثر، والإخلاص 12 مرة أو 11 مرة أو 7 أو 3. إذا ماذا قال ابن عابدين؟ أنت ناقلا ذلك عن صاحبي، عن شرح اللباب، لباب المناسك، قال: إذا أردت أنت أن تزور قبرا تقرأ ما تيسر لك من القرآن، تقرأ ما تيسر، أعيد، تقرأ ما تيسر من القرآن من فاتحة الكتاب ثم بداية سورة البقرة إلى قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وآية الكرسي تقرأ بعد ذلك، ثم بعد ذلك آمن الرسول، ثم تقرأ سورة ياسين وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص 12 مرة أو 11 مرة أو 7 أو 3. وقال بعض الفقهاء الحنابلة، قالوا: يستحب أن يقرأ، يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة، وعند رجليه، رجلي القبر، بخاتمة البقرة. وصرح الحصكفي من أئمة الحنفية، صرح بأنه لا يكره إجلاس القارئين عند القبر، يعني نحن الآن هذا القبر بين أيدينا ونحن الآن نريد أن نقرأ القرآن، نجلس عند القبر، لا يكره أن يجلس القارئون عند القبر من أجل أن يختمون، أن يختموا القرآن، قال لا يكره ذلك، وهذا هو المختار، هذا هو المختار. إذن الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن قراءة القرآن عند القبر غير مكروهة، بل هي مستحبة، بل هي مستحبة. بقي القول الثاني وهو للسادة المالكية، ذهب المالكية إلى أنه تكره قراءة القرآن على القبر، تكره قراءة القرآن على القبر. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من عمل السلف، السلف لم يرد عن السلف الصالح أنهم فعلوا ذلك. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، قال: المتأخرون، يعني ذهب المتأخرون من المالكية إلى أنه لا بأس، إلى أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر، والذكر وجعل ثوابه للميت، لا بأس بذلك. ثم قال: ويحصل له الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ الدردير رحمه الله تعالى من المالكية، لكن رجح الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى الكراهة مطلقا، رجح أنه تكره قراءة القرآن على القبر مطلقا. في ذلك يقول ابن القيم في كتابه كتاب الروح، وهو كتاب نافع لا بأس لكم أن تقرأوا هذا الكتاب، فيه من الخير الكثير. قال ابن القيم: ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم القرآن وقت الدفن. إذا روي عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ القرآن عند قبورهم وقت الدفن. قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك أولا. قراءة القرآن عند القبور، حيث لأنه لم يبلغه أثر، لم يبلغه دليل على هذا الفعل. ثم بعد ذلك رجع إلى القول بالجواز، نعم، لما أحمد بن حنبل أنكر ذلك أولا، ثم رجع بعد ذلك إلى جواز قراءة القرآن عند القبر. وقال الشيخ الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور، قال: أخبرنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مبشر الحلبي قال حدثني عبد الرحمن بن علاء ابن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي، انتبه ماذا قال، قال أبي: إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله وسن علي التراب سنا واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة، فإني سمعت عبد الله ابن عمر يقول ذلك. انتبه ماذا قال: فإني سمعت عبد الله ابن عمر يقول ذلك. إذا فهو مأثور عن بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وقال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل فقلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئا؟ فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أحفظ شيئا في القراءة على القبر. وسألت يحيى بن معين نفس السؤال: هل تحفظ شيئا في القرآن على القبر، في القراءة على القبر؟ قال: فحدثني بهذا الحديث، يعني بالحديث الذي دل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد أوصى أن يقرأ أن تقرأ عند دفنه سورة البقرة. وكذلك قال الخلال، قال: أخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد ابن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ القرآن عند القبر، فقال له أحمد رحمه الله: يا هذا، إن القرآن عند القبر بدعة. انظر، أنكر عليه أولا هذا الفعل، قال: يا هذا. وهذا أحبابي، هذا هدي العلماء العاملين، إذا ما رأوا منكرا لا ينبغي لهم أن يسكتوا، بل الواجب عليهم أن ينكروا هذا المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فماذا؟ فبلسانه. والعلماء يستطيعون إنكار المنكر بألسنتهم. فقال: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد ابن قدامة لأحمد ابن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ ما رأيك به؟ ما رأيك في مبشر الحلبي؟ هل هو ثقة، ضعيف، كذاب؟ ماذا تقول؟ ما رأيك فيه؟ وكان الإمام أحمد من أئمة الجرح والتعديل. قال: ثقة،
يعني قوله مقبول عندي، روايته مقبولة عندي. قال ثقة. قال كتبت عنه شيئا؟ هل كتبت عن مبشر الحلبي شيئا؟ قال نعم. قال نعم كتبت عنه شيئا. قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن ابن الحلاء اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ أو أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال، انتبه ماذا قال، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد فرجع. انظر كيف العالم، وهكذا أحبابي نقتدي بعلمائنا وأئمتنا. فقال الإمام أحمد رحمه الله فرجع للرجل، فرجع لذلك الرجل وقل له اقرأ القرآن على القبر، فإن قراءة القرآن على القبر ليست بدعة. ليه؟ لأنه ورد بها أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا أحبابنا أعيد أختصر بكلمتين، قراءة القرآن على القبر ذهب سيدي أبو حنيفة رحمه الله والحنابلة والشافعية إلى جواز ذلك بل إلى أنه يستحب، وذهب المالكية المتقدمون منهم إلى أن قراءة القرآن على القبر مكروهة، والشيخ الدردير رحمه الله تعالى قال ذهب المتأخرون إلى أنه لا بأس بذلك، إلى أن الشيخ الدسوقي من كبار أئمة المالكية قال القراءة على القبر هي مكروهة مطلقا. وبعد ذلك، بعد هذا الذي قدمته لكم أحبابي، لا حاجة أن يختلف الناس. يعني أنت إذا ما رأيت شخصا لا يقرأ القرآن على القبور لا تنكر عليه، لأنه يعتمد قولا معتمدا من أقوال الأئمة الأربعة. وإذا رأيت ما رأيت شخصا يقرأ القرآن كذلك على القبر، إياك أن تعترض عليه أو أن تتهمه بالبدعة، لأننا كلنا أحبابنا ندور في فلك المذاهب الأربعة، لا نخرج عنها، لا نخرج عنها. ولعلي ذكرت لكم سابقا أعيد فأكرر أن العلماء قالوا من شرط إنكار المنكر أن يكون المنكر الذي تنكره أنت متفقا بين العلماء على كونه منكرا. أما إذا كان فيه خلاف لا يجوز لك أن تنكر، لا يجوز لك أن تنكر ما دام هناك خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال بالجواز وبعضهم قال بالمنع، لا يجوز لك أن تنكر أن هذا ليس منكر، هذا ليس منكرا متفقا عليه. المنكر الذي يجوز لك ويجب عليك أن تنكره هو المنكر المتفق على كونه منكرا. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بقي أن نتحدث عن حكم الاستئجار على قراءة القرآن، حكم الاستئجار عن قراءة القرآن، وهذا حكم يحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.